بالنسبة للمحاضرين المجانيين، لطالما قدموا خدمة لأبناء بلدهم بخصوص التربية والتعليم، وطبعا هذا الشيء تطوعي، فكيف من نجازيهم بتعيينهم ولو بعقد؟ صحيح البلد دا يمر بظروف صعبة ويرثى لها، بس دولة خدمة قدموا لأبنائنا تطوعية، لازم نجازيهم. ومن منبر قناتكم الناشد دولة رئيس الوزراء بالوقوف أمامهم، لأن خطية يعني سنين هم ما يأخذوا الرواتب. بسم الله الرحمن الرحيم، نطالب من رئيس الوزراء ومن الحكومة ومن رئيس مجلس النواب إنصاف المتطوعين المحاضرين المجانا، يعطوهم رواتب أو يحولهم عقود، هم خطيهم عندهم عوائل، وين يروحون؟ كلهم أصحاب عوائل، فنطالب لهم إن شاء الله تعطوهم رواتب أو تحولهم عقود. والله بالحقيقة هذه قرار الموازنة الأخير المفروض أن يذكر المجموعة الكبيرة من المحاضرين وصرف رواتبهم وعدم تأخيرها، لأنه عندهم التزامات عائلية، إضافة لكونهم ماكو عد ما يعني ال 125 ألف دينار اللي حاولوا يصرفوها لإجور النقل وكذا شغلات، هذه ما تكلف يعني شغلة جدا صعبة. وتعرف المواد الغذائية الآن جاي كل ما جاله جاي تصعد، فعلينا أن ناشد الحكومة وناشد كل الشرفاء بهذا البلد أن يهتمون ويقيمون هؤلاء الشريحة المهمة اللي لهم حساباتهم ولهم قيمتهم أمام المجتمع العراقي. أنا من المتضامنين مع المحاضرين المجانيين، لأن هم من الشرائح المظلومة في المجتمع، ويجب على الحكومة وعلى البرلمان تضمينهم في الموازنة، لأنهم حق مشروع. ويعني أستاني أعرفه كأصدقائي من 2014-13 محاضرين، يعني شنو ذنبهم؟ شنو 125 بالشهر؟ يعني أسبوع واحد ما تكفي، طالع وهو وجماعته بالمطعم بالمول ما تكفيهم، فنطالب بتضمينهم في الموازنة لأن حقهم هذا، وهم مستقبل، يعني لا هم المستقبل مال بالمجتمع، وهم المستقبل للجيل القادم. أنا كنت أتمنى أنه ذول ينشملون بالموازنة، لأنه قدموا يعني خلال 10 و 12 و 13 و 7 سنين و 8 سنين كلهم خدمة مجانية في سبيل أن يخدمون نظام التربوي بالعراق. كانوا يدون محاضرات مجانا، وكان عندهم أمل وطموح بأنه يتعينون أو ينشملون بالعقود. كلهم خريجين كليات من سنوات خلت 10 و 15 سنة، فمن الإنصاف أنه ذول ينشملون بشكل مباشر بالميزانية. والمسؤولية حقيقة يعني المسؤولية جماعية يتحملها البرلمان ويتحملها الحكومة. تضامن شعبي وسياسي مع مطالبتهم لتحويلهم بعقود تثمينا لجهودهم المبذولة طول سنين. رسول الكعبي، ANA، بغداد.